يتميز كوكب الزهرة بظاهرة ماذا؟ اللون الأزرق، الأمطار الحمضية، الفصول الخمسة، الاحتباس الحراري. يتميز كوكب الزهرة بظاهرة اللون الأزرق، الأمطار الحمضية، الفصول الخمسة، الاحتباس الحراري. ها؟ الاحتباس الحراري. الاحتباس الحراري، ليش؟ كأني قد سمعت الكلام. يتميز كوكب الزهرة بظاهرة، هي عندها أربع إجابات، اختار الاحتباس الحراري. أنا ما أدري إيش التحليل اللي انتقل له الإجابة يا محمد. أكثر شيء أقرأ أنا الاحتباس الحراري. طيب أنت مؤمن بالأرض مسطحة ولا كروية؟ مسطحة. مسطحة؟ كروية في كتاب العلوم بس. أوف كلام خطير يا. شلون تروح تسافر وتروح تقول كذا؟ إيه. ما يصير. كيف يعني العلماء ووكالة ناسا وطلعوا وسافروا وحققوا وصوروا وفيها عمليات فيزيائية جروا عليها؟ ما أثبتوا إنها. كيف ما أثبتوا؟ صوروا. صوروا فيديو. من زوم أوت. أباظة أبو غيار الحين هذه أباظة ممكن تطلع لنا الكاميرا زوم أوت على الكرة الأرضية؟ لا صحيح أبو غيار أنا أقول كروية تاخذها شوي؟ أنا أقول كروية الحين تخيل الكرة هذه أيوه أنت بطيارة الحين راكب إيه ومشيت خلاص تطلع برا أيوه بس الكرة لو أنها مسطحة ما يطلع برا لو أنها مسطحة ما يطلع برا شوف الجاذبية لها محدودة الحين أنا مثلا أقول لك عندك خيط وعندك كرة صح؟ لو قلت الكرة كذا ضربتها بتمشي على الخط هذا كانها مستقيمه لا الكره قريبه لكن الطياره اللي رحت فيها بعيده هو يطلع برا الخريطه ابو يلا بتطلع برا الخريطه اه يعني كلكم مؤمن الكره لا لا مو مسطح مو كرويه اقصد فادي يقول دائريه كرويه دائريه لكن فهم الشباب انا بشرح المبياره بس اذا دائريه لكن عريضه عرضها كبير يعني انت الحين تمشي انت في ميلان بسيط ما تحس فهمت علي لذلك الشمس وين تروح طيب صدق الحين تروح اذا سافرنا كيف ما لين ما تقول الشمس تستهدن وتروح تفك لا الشمس تدور لا دور حنا نفسه لا لا سؤالي صح ولا خطا مو حنا الارض محمد يعني كذا الارض هي اللي تدور على الشمس لا ابو يارا جا وسط الشمس الحين الشمس من حالها علقت محمد راسه الشمس تروح احنا وين وصلنا اي سؤال يا شباب علقت محمد راسه انت بديت السؤال الاول يتميز كوكب الزهرة بظاهرة يقول محمد ناصر إجابة الاحتباس الحراري الإجابة صحيحة برافو تستاهل الدرجة كاملة ننتقل لأحمد الشملي حبيبنا عيسى كروية مالك نسوالف معلوم معلومة هذا مشغول طيب أحمد الشملي السؤال لك والله يا ابو يارا الوقفة هنا طلعت متعة فريق الدعم يقول لك في مقاطع رسولة لك لازم تعرضها على الشاشة وش لا كلم محمد عيسى نجي رسالة أبلغها السؤال لك يا أحمد يقول ما هي طبقة الغلاف الجوي التي تتميز بانخفاض كبير في درجة الحرارة نفس خيارات أحمد التروبوسفير الاستراتوسفير الميزوسفير الإكسوسفير ما هي طبقة الغلاف الجوي التي تتميز بانخفاض كبير في درجة الحرارة تحليل محمد ناصر قال ما دام انها ملامس الارض قال ترو تراب ايه ترو ما ادري ترى انا قاعد اعطيك كلام مو صحيح لا علمي ولا منطقي ولا هو ترو هذا عندي تحليل بس اي بعد الاجابه اوكي حلو هاي احمد وش وين كان يا الاجوبه الميزو سفير ثابت الميزو سفير الميزو سفير ها ايش تحليلك محمد قبل ما نقول اجابه تتميز بانخفاض كبير الانخفاض داون الاكس صح مع الداون الاكس يعني كنسل الاكس كنسل يعني نفس الداون انخفاض يعني اكس فوق اكس ارتفاع الصح فوق الاكس داون اوكي ليش اخترت الميزو سفير انا والله ما ادري بس صح يعني الميزو شكله متميز شكله حلو شكله متميز بينه من حبيب واضح حنين طيب إجابة أحمد الشمري يقول ميزو سفير
إجابته طبعاً اختار الخيار الثالث إجابة صحيحة. برافو اللهم لك الحمد اللهم لك الحمد زين زين حظك يا هلا سلمي زين اللي محمد الأكلوبي السؤال يقول لك في أي عام أطلق أول قمر صناعي؟ 1957 62 48 44 طبعاً يؤمنون بال الأرض مسطحة يا محمد ناصر. هل في قمر صناعي ولا ما فيه؟ في قمر يعني في فضاء في فراغ. يعني هذه المعلومة تؤمن فيها؟ طيب في أحد وصل الفضاء؟ في أحد وصل الفضاء أسهل؟ نعم. في أحد وصل القمر؟ أنا قلت لك ما أنا ملم بس ما أنا بداشر كذا. عندي معلومة. طيب. القمر؟ إيه. في أحد وصل القمر؟ لا. لا. القمر موجود معنا يا بيارة. حبيبي الله يعزك تسلم والله. تسلم شكرا لك والله. ثبت 62. كم؟ 62. 62. في أي عام أطلق أول قمر صناعي؟ كانت إجابة حمد الأكلوبي اللي هي 1962 ميلادي. الإجابة يا شباب صحيح ولا خاطئة؟ ما حد يعرف هذه. ما حد يعرف هذا سؤال ما حد يعرفه. أوكي الإجابة للأسف خاطئة حمد. معوض خير إن شاء الله. 57 صح يا خالد هي الإجابة الصحيحة. 1957 ميلادي. عنده ثلاث خيارات خصم يختار واحدة منها. أي خيار؟ أختار الأول. الأول اختار الخيار الأول. أي وسيلة مساعدة؟ هاشتاك. هاشتاك ننتقل للهاشتاك لحبيب محمد الأكلوبي عبر هاشتاك البزنس 52. حطوا طبعا اسم واحد لتدعموا من الستة. صاحب السؤال حمد الأكلوبي تعطونا غيره. أنتم خيار لكم الإجابة لاسم واحد لأن أي إجابة متكررة ما راح نلتفت لها بأي طريقة أخرى. بسم الله وعلى بركة الله يا حمد الأكلوبي نعطي الناس فرصة إلين ما يتفاعلون ونشوف. والله ما شاء الله الأسماء متفاوتة والكل يتمنى أن فريق يجي يرجع البرنامج. ويلا قمر صناعي يعني قمر نفس القمر بس إنه صناعي يعني إلكتروني. لا مو نفس القمر اللي نشوفه. القمر هذا اثنين هو وأنا أمزح. أقصد لا القمر الفعلي عندنا أنت اللي قاعد يكلمني. الله يسلمك. بس إنه قمر طبعا صناعي مركب بس هو يعطى القمر لأنه يدور حول الأرض شبهه بالقمر مو شبهه بالشكل يعني شبهه بالحركة. نستعد للسحب. توكل على الله. يلا ها اللي قلت وقف حوقف. روح بس. طيب عندك أول واحد هذا هو انتقل لهنا. سارة تغريدة رمزت لاسمها سارة. الإجابة 1957 ميلادي نفس ما جاوب خالد سالي والإجابة انتقلت لنفس ما جاوب خالد سالي. برافو يستاهل النقاط. أنت اخترت أي خيار؟ وشو؟ خيار الخصم سجلته شباب. خيار الأول. اختار واحد خيار خصم واحد صح. ننتقل لحبيبنا خالد سالي يقول السؤال وركز. كم يبلغ طول اليوم في كوكب عطارد بالنسبة لليوم في الأرض؟ 58 يوم أرضي تقريبا 20 يوم أرضي تقريبا 82 يوم 116 يوم. محمد عيسى جمهورك أشغلني معجبين. لا صح الهاشتاج للشباب. محمد عيسى ما له دخل. لا تدخلهم ضمن التصويت. لا عندك جروب داعم عندك فانزات. أوكي مو بسهل. في حساب باسمه شبح المتسابق. ها كم يبلغ طول اليوم في كوكب عطارد بالنسبة لليوم في الأرض؟ 9 ثواني. إذا وصلنا الصفر يا خالد. السؤال الأول. الخيار الأول. اللي هو 58 يوم أرضي تقريبا. لا تقول لي خطأ بعد. سم؟ عشان مو بخطأ. والله أنت وحظك. من اللي جاب صحيح يا شباب؟ جمهور محمد عيسى لا أحد يرسل الحين تكفى. ها من عنده إجابة صحيحة؟ أنا أقول 116. طبعا 58 في أقل من 20 يوم اللي هو عطارد زي ما قلنا ترتيب عطارد زهرة الأرض. إجابة حبيبنا خالد سهلي طبعا
طبعا صحيحه. برافو تستاهل. سهل الطيب. اجابتك صحيحه يا خالد. ننتقل لخلف القحطاني. يقول السؤال، وين هو؟ ايوه، من هي اول رائده فضاء في العالم؟ ايميليا هايبين، فالنتو تريشكوفا، ام كريستين جوني، سالي مايكل؟ من هي اول رائده فضاء في العالم؟ اتوقع انها واحده من الثنتين، يا اميليا يا فالنتينيا. يا اميليا يا فالنتينيا. حط فالنتينيا. حط كذا فالنتينيا. حط فالنتينيا. يستاهل. من هي اول رائده فضاء في العالم؟ وكان محتار بين اميليا فالنتينا تريشكوفا. طبعا قال حط فالنتينا، طبعا رميه بدون اي تحليل، صح؟ اوكي. إجابتك يا خلف للسؤال هذا طبعاً، لأنك استعجلت، إجابة صحيحة. برافو تستاهل. كلمة واحدة. سم محمد سراج لبى قلبك. إيش عرفت؟ طلعت قبل شيء قال إذا جاك ذا السؤال حط فلنتين. والله؟ والله إني صادق. أوكي، أجل ساعدك محمد سراج. زين. تستاهل المساعدة. ننتقل مهند. السؤال يقول، ما هو لون الشمس الحقيقي؟ هل هو أصفر، أحمر، أبيض، برتقالي؟ برتقالي. عشان طلعت الشارع شفته برتقالي، ها؟ لا، مو باللي غرب يصير كذا، كان برتقالي يعني. طيب اذا اشرقت؟ اذا اشرق يصير اصفر. حد هو مخلوط اصفر ابيض، اصفر برتقالي مخلوط. الحراره محتمل برتقالي. احمر نافس شد الحراره. الحين النار اذا ولعناه مو يجي في درجات الوان؟ ايوه ازرق يجي كذا. محمد يقول ابيض. انا اقول احمر. أنا أصفر برتقالي. أنا أتوقع أنه أبيض. أحمد يقول أبيض برتقالي. أنا طبعا برتقالي إجابته. طبعا أصفر خطأ، أحمر خطأ، هنا بين الأبيض والبرتقالي، فأكيد البرتقالي خطأ للأسف يا مهند. أبيض؟ أبيض الإجابة. حتى يرجعوا لنا يعني ابو يارا. ابو يارا بدايته عندك ما في ابيض من وجهك طال عمرك حبيبي. الله يسعدك والله. هذا احنا منتهين منها، عشان كذا السؤال كان خطا، فلازم يرجع من براي واحد. طيب اجابه خاطئه. عنده وسيلتين مساعده وعنده ثلاث خيارات خصم، اختار. المره ذي يا طويل العمر خذينا الثاني وخذينا الثالث، عطنا الاول. خيار الاول مهند، خيار الخصم، وسيله مساعده. هاشتاج. بسم الله على بركة الله. ننتقل للهاشتاج البزنس 53. صاحب السؤال مهند بن فردان. طبعا الإجابة خاطئة، هو الشمس الأبيض. الإجابة الأبيض، حط أبيض، حط اسم الشخص اللي تدعمه، سواء كان صاحب السؤال مهند أو خالف أو خالد أو محمد أو أحمد أو كذلك حمد. ستة متسابقين بانتظاركم لدعمهم عبر الهاشتاج، لأن النقطة الواحدة تشكلهم بشكل كبير في هذا البرايم، لأن هالليلة ما حد يقدر يحلل يطلع إلا بنسبة ضئيلة جدا من خلال إجاباته الكم الهائل من الأسئلة. حتى ما في اتصال فاصل صح؟ سم؟ ما في اتصال يفصل إلا إذا في تعادل، اتصال يفصل طبعا. ننتقل للهاشتاج ونشوف حيروح هاشتاج لمين. محمد ناصر، حمد، مهند، أحمد، خلف، 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 مهند، مهند، مهند. خلاص وقف عند مهند واختار. أوكي يلا بسم الله نبدأ السحب. بس أنا كنت أطمن الإجابات الصحيحة ولا لا. دقيقة، إيه الإجابة الصحيحة؟ لا أضر هنا. لا أبطني. ستوب ستوب. أوكي أوكي، هروح لأول في نص في كامل. ولي أبو يارا، لأن قلت أول، أول كلها الأول. عطى الأول. أول يعني الكامل. التغريدة الكاملة. التغريدة الكاملة الإجابة طبعاً رمز لاسمه شرطة بدون اسم طبعاً، بس تحته إكس 100، إكس 100. اسمه إكس 100. الهاشتاج بزنس 53. الإجابة طبعاً أبيض، اللي هو لون الشمس الحقيقي. الإجابة إيش اسمه؟ إيش اسمه؟ صاحب السؤال ما حط له اسم طبعاً، حط شرطة. أنا ما أدري إيش اسمه بالضبط، وحتى السبيلينج تبع اليوزر اللي هو اليوزر حط إكس 100 إن صح المسمى. السؤال لك يا مهند، 200 نقطة مع خيار الخصم اللي أخذته، الله العالم كم حد يبقى منها. وانتقل عبر الهاشتاج منك يا مهند إلى حبيبنا خالد السهلي، ويستاهل.
تستاهل يا خالد. نرجع مرة ثانية الجولة الرابعة صح؟ الرابعة والثالثة يا شباب. هذه الرابعة، أنت تبدأ في الرابعة الحين. يقول زياد هنبدأ في الرابعة طبعا. أنتم مشتاقين أسئلة أكثر يعني تبون؟ لا أوكي لا طيب.